الخوات الخوات راه عندنا ثلاثة ديال المحاور خاصنا نخرجوا بنتيجة، نتفقوا ولا ما نتفقوش؟ واش غنبقاو المشكل الأول عندنا هو قضية الساعة، واش نزيدوا ساعة ولا نقصوا ساعة؟ أشنو بان لكم؟ أنا متفقة الصراحة، عشان كده اليوم حيطول والفلوس حتزيد وكل المجالات حتكون فعالة أكتر، أنا متفقة أنا معاك. والله يا جماعة بتوع مجلس الشورى والله أنتم عجيبين، أين قلين همنا؟ أين إحنا شغلينكم؟ والله أنتم عجيبين، بس أنا مو متفق. مو متفق؟ مو متفق. واسم، شدرنا في الساعة؟ شدرتي في الساعة؟ العشرة متاع الصباح. والله شوف في الساعة. يا مدلل. طيب انا على حسب اقتراح يا ريت اطشوا ساعة بالنهار تزيدوها بالليل هيك رح ننام اكتر. ننام اكتر؟ ايه نشيدوا ساعتين. قولي والله تزيدون ساعة تنقصون ساعة الشي ما يخالف، في اللي تبوه انا بي هالشي ما يسوي لي مشاكل مرة. ما يخالف والله حلوة. حلوة؟ وايد حلوة. حلوة ولا حلوة؟ اي ساعة. ساعة حلوة. ساعة حلوة. دابا شنو درنا؟ شدرنا سيادنا؟ لا 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 انا مش متفقه خالص العبط اللي انت بتقوله ده دلوقتي. البنت تلبس لا 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 عيب كده، وخاصه في مكان عام. لا لا مش متفقه طبعا. يا زول انا شنو انا راح اقول لك؟ ادبر راسها. انا مو قلت لها ان تلبس الدوبياس، مو قلت لها ادبر روحها. وي درنا في قضيه الدوبياس. دوبياس شنو غندير؟ زيدوا ساعه. زيدوا ساعه وي دوبياس. واخا اخوان شنو درنا دابا في قضية دو بياس؟ قلنا المحور الثالث والاخراني هو ديال قضية ديال اكبر فيزا. حنا بغينا نديرو اكبر فيزا. اكبر فيزا اوروبا امريكان يقولوا واع الغرب ديروا اكبر فيزا. زين وايد حلو، والله وايد حلو. انا اشتري الدجاج والمسمن، وانا راح اشرق لهم المسمن. زين وانا بقى حجهز لكم الرفيسة بايدي دول. يا سلام. وين مصايبك؟ واش درنا في الرفيسة؟ اش غدير في الرفيسة؟ ديروا دو بياس. وكان ماشي طيب استاذ انا شو بدي اعمل؟ تعملي كلش تديري البالون. شو بدي اعمل؟ البالون. تعرفي تسوي البالون؟ اي بعرف اعمل. ايش بدي اديري اي حلوه تديري؟ ماشي ماشي استاذ تعملني واحد. يا استاذه صافي. واش درنا في قضيه كنا كنهضروا على شي زادر؟ اش قضيه الرفيسه؟ انا متفقه مع شدي. انا حلوه كثير عندك المصنع. متفقين؟ هي ما متفقين. صافي. طب حضرتك هتجهز لي في الرفيسه؟ ما نجهزش انا، ناكلها. ايش ناكلها؟ زين كيقول المثل اتفق العرب على ألا يتفق.